متى أنشئت هي الجمعية وشو الهدف من إنشائها؟ من تجلر دارنية بيقول من 2014 نحن متأسسينا أما من كاتش الأنجدي ببناية بناء كيل oldu ملتجلر درنية 2014 sonunda kuruldu كجمعية من 2014 أما هالبناء صار له سنتين عشان نساعد للمهاجرين أسسنا هذا البناء. شو الخدمات اللي موجودة بالجمعية؟ طلبات kişilere göre oluştu. 15 tane doktorumuz var. بيقول حسب الناس اللي بيجوا لعنا كل شخص شو بده نحن بنحاول نساعده بهذا الشغلة اللي بيحتاجها. بأول طابع عندنا مستشفى وعندنا 10 لابوراتوار هاي وهي. hastane katımız yaklaşık günde 300 civarında hasta kullanıyor. 300 شخص يوميا بيجي بتعالج عنا عند المستشفى بالطابق الاول. شو اغلب المشاكل اللي عم تواجه السوريين هون هن عم يواجهوها بهي الجمعيه؟ عندهم نقص باللغه فهي المشكله فنحن بالطابق الثالث عم فتحنا صف عم ندرس السوريين. لا بالنسبة للمشاكل اللي عم تواجه السوريين غير موضوع اللغة يعني بمواضيع تانية إن كانت بالطبابة أو بالدعم النفسي شو أكثر المشاكل اللي هي السوريين نفسهم عم تواجههم يعني؟ en çok size yardım Sultanbeyli genelinde artık بيقول الأغلبية يعني كان المشكلة السكن قبل كل شيء السكن فساعدناهم بقصة السكن كأغراض البيت وأمنا لهم لكذا سوريين وبعدين نحن عندنا بهذا الطابق يعني الطابق الرابع بيعطوا إقامات عمل لتعليم لغة تركي إنجليزي مهن يلي فترة قصيرة يعني ما عندهم مصاري حتى يتعلموا مصطلح لفترة قصيرة وأجرة محددة مثلا تعليم الكوافير وطبخ وكمان شو كان في إنشاءات بشكل عام يعني أجرتهم بتكون بس الأجرات طبعا بتختلف يعني نحن بنعطيها هون للشعب السوري يعني اللي بيجي لهون حتى غير العرب بس هو نحن عاملينه هون للسوريين يعني هي مجانيه هي الدورات مجانيه بنفس الوقت بتعطوا للي عم يعمل الدوره نعم. اجر معين كل شهر نعم وبالاخر مثلا لثلاث اربع اشهر الكورس تعليم المهنه وبالاخر بيعطون شهادات بصير مثل يعني المصلحه بايدهم وقت بدهم يروحوا لعين مكان يشتغلوا انه هذا الشخص عنده مصلحه من قبل. هاي ورشه خياطه ما عندهم مهنه بيجوا بتعلموا مثلا لمده ست اشهر لاجره محدده 25 30 ليره لمده ست اشهر بعد ما يتعلموا هالمهنه طبعا بيعطوهم شهاده بايدهم بقى هون لما بدهم يروحوا يشتغلوا بمشهد خياطه مثلا اي مكان تعزي هون بشغلوا ولا بشوفوا الشهاده بايدهم طيب المدرسين اللي موجودين هون هن اتراك ولا عرب؟ اتراك كنا بشكل عام كنا اتراك ما في مدرسين عرب؟ نعم قديش عدد الطلاب تقريبا بهذا الطابق؟ تقريبا مع المهنات والكورسات العادية يعني بشي 200-250 طالب هن كلهم سوريين؟ في ايه الاغلب سوريين طيب وشو الجنسيات الثانية اللي عم تجي؟ ثاني ان جيت مثلا نفرض انه مغرب احيانا بكون من ليبيا في يعني بس الاغلب كلياتهم سوريين احكي لي
شوي عن هذا الطابق. هالطابق دعم نفسي يلي جاية من سوريا لحالتهم سيئة، يعني كانت يعني مأثرة على حياتهم الشخصية بشكل عام. كمان دعم نفسي يعني، وكمان نفس الوقت معالجات فيزيائية بيجيبوا تقرير مثلا على حالته والدكاترة هون بعالجوا. بنفس الوقت عندنا هون مواعيد المشفى، يعني ما بيعرفوا اللغة التركية مثلا وشلون بدهم ياخذوا مواعيد وإلى المشفى، هون بياخذوا مواعيد للمشافي. طيب اغلب الحالات اللي عم تجي لهون من ناحية الدعم النفسي، الفئات العمرية عم تكون بين أي عمر وعمر؟ بشكل عام يعني كل الأعمار، بلش من 7 سنين 8 سنين لفوق يعني. والأطباء اللي موجودين هون كلهم أتراك سوريين؟ وفي أتراك كمان، في سوريين وفي أتراك هون.